لكم مشاهدينا مجددا. الصحافة العربية ولا سيما أيضا الأردنية اهتمت بما يجري من أحداث في مدن كافة المدن الأردنية والاحتجاجات ضد مشروع قانون الدخل التي طرحته الحكومة الأردنية، إضافة إلى احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار. دعونا بخصوص هذا الموضوع أيضا ننتقل إلى وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية، كيف تناولت هذا الموضوع ونعوده. صحيفة القدس: الاحتجاجات تتواصل في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل. وفي وكالة وطن: الحكومة الأردنية تتمسك بقانون الضريبة رغم الرفض الشعبي. ووكالة معا أيضا: فيما يخص ما يجري بالأردن تجدد الاحتجاجات ضد قانون الضريبة في الأردن. وننتقل إلى المحليات في عرب 48، حيث اختار هذا العنوان تقرير: الاحتلال قتل 98 فلسطينيا بغزة منذ آذار. وفي الصحافة الإسرائيلية نبدأها: إسرائيل وبريطانيا تعزز العلاقات التجارية والأمنية وخلافات حول إيران وفلسطين. وفي واينت: الطائرات الورقية تجدد الحرائق بغلاف غزة. وأخيرا موقع والله، حيث اختار عنوانه فيما يخص المسعفة الشهيدة رزان النجار والتي قتلت على يد قناصة إسرائيلية. رزان النجار أصبحت رمزا، صورة ملاك وطفل، المسعفة لمظاهرات غزة. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. الصحافة العربية والدولية والفلسطينية اهتمت فيما يجري بالأردن، لكن الصحافة الإسرائيلية هي اهتمت في الشأن الداخلي بحت للموضوعات فيما يخص الأردن والاحتجاجات التي تجري هناك. ينضم إلينا من عمان الصحفي غيث التل عبر الهاتف. أهلا بك سيد غيث، لو تحدثنا بما يجري تحديدا على أرض الواقع في الأردن اليوم. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. ما يجري في الأردن هو احتجاج شعبي كبير سلمي، يطالب بتغيير السياسات المتبعة من قبل الحكومات في إدارة الدولة، يطالب بتغيير النهج الاقتصادي اللي تتبعه الحكومات واللي أثقل جيب المواطن، وكان يعني اعتماد هذه الحكومات بالعادة كانت لسد عجزها أو لسد مديونيتها على جيب المواطن فقط، وما ضاق به المواطن ووصل لمرحلة يعني مرحلة صعبة جدا. فخرج الشارع الأردني بمختلف المحافظات بحراك حضاري، بحراك سلمي، يطالب بحقوقه، يطالب بعيش كريم، يطالب بالتراجع عن العديد من القرارات اللي أثقلت كاهله، وكان أعتقد آخرها اللي هي قانون ضريبة الدخل اللي كان يعني كما يقال القش التي قشر الظهر البعير. ما عاد الشعب الأردني يطيق فرض مزيد من الضرائب، فرض مزيد من رفع الأسعار. فزي ما احنا شايفين تقريبا من 5 أيام الشعب الأردني يوميا متواجد في الشارع يطالب مش بس بتغيير الحكومة وإقالتها، مطالب الشعب الأردني تتمثل بتغيير الحكومة، إقالة الحكومة وإقالة مجلس النواب اللي بيعتبره الشعب الأردني ما بيمثله أو لم يعد سندا له، هو مفروض يمثل الشعب أو يكون يعني أكبر سند للشعب. المطلب الأهم اللي هو تغيير السياسات المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة، لأنه مشكلة الشارع الأردني مش مع حكومة واحدة، مشكلة الشارع الأردني مع حكومات متعاقبة وسياسات متعاقبة أوصلتنا إلى هذا الحال. نعم سيد غيث، يعني الملك الأردني طلب من الملقى المثولة بين يديه هذا الصباح، هل من المتوقع بعد هذا اللقاء أن يقدم الملقي استقالته؟ التوقعات تشير إلى تقديم استقالته، لكن لا أحد يدري ما الذي سيحصل في اللقاء. اللقاء لم يتم لغاية الآن، سيتم في الغضون يعني في هذه الساعات القليلة. كما وصلنا الآن يعني تحرك رئيس الوزراء باتجاه القصر لمقابلة الملك. متوقع طموح الشارع كخطوة أولى أن يكون في استقالة الحكومة، لكن أنا برجع بأكد لك مشكلة الشعب ليست مع الحكومة وإقالتها، مشكلة الشعب مع السياسة المتبعة من قبل الحكومات. يخشى الشعب أن تأتي حكومة جديدة وتعيد نفس السياسات، وهذا ما دعا رئيس مجلس النقباء اليوم للإعلان عن استمرار الإضراب
واستمرار الاعتصامات في حال إطالة الحكومة حتى التأكد من تغيير السياسات المتبعة. بحسب اعتقادك، لماذا هذا التعنت من قبل الحكومة بعدم سحب هذا مشروع القانون؟ التعنت من قبل الحكومة بعدم سحب القرار، لأنه الحكومة يمكن ما بدنا نحكي خياراتها قليلة، نعم، إنما يعني خلينا ممكن نحكي برأي الشارع، الشارع يعتقد أن الحكومة تريد أن تحمي عدد من الفاسدين، لا تريد أن تطال تيوب الطبقات المتنفذة في الأردن، تريد أن تكون يعني خيامها موجهة نحو الطبقة الوسطى والفقيرة، وهي التي بدأت الطبقة الوسطى تتلاشى أو تنعدم في الأردن، وهذا ما أدى في الوضع أيضا، لأنه الشعب يطالب بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال منهم، ويعتقد ولديه قناعة بأن استرداد هذه الأموال التي سرقت من الشعب ومن مقدرات البلد كفيلة وكافية لتصحيح الوضع الاقتصادي في الأردن. نعم، إذا ما تحدثنا عن الاحتجاجات، ما هو دور النقابات بين المتظاهرين؟ النقابات كان لها دور لاعب رئيسي وتصدرت المشهد طيلة الفترة الماضية. النقابات كانت أول من أطلق دعوة للإضراب احتجاجا على قانون ضريبة الدخل وقانون ديوان الخدمة المدنية المعدل، وانطلقت الشرارة بعد ذلك الإضراب، في عمت المسيرات كل المحافظات وأصبحت مسيرات شعبية، هي انطلاق المسيرات أساسا كان بصير من خلال أو انطلاق الإضراب والاحتجاجات كان من خلال النقابات. نعم، النقابات تصدرت المشهد عندما غاب مجلس النواب كليا، مجلس النواب بات عاجزا عن التواصل مع قواعده الشعبية، ولم يعد يعبر عن الشعب وعن طموح الشعب الأردني، فكان الدور لمجلس النقباء، النقباء مستمرون مع الشعب، النقباء أعلنوا عن إضراب. لربما هذا أيضا يعطي شرعية أيضا للاحتجاجات في الأردن، دور النقابات أيضا لربما يعطي شرعية أيضا. طبعا طبعا، النقابات تمثل شريحة واسعة جدا 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 من المجتمع الأردني، وتمثل الشريحة الأكبر من المجتمع الأردني، لأنه أنت بتحكي عن مجموعة كبيرة من النقابات، المهندسين، الأطباء، المعلمين، الفنانين، الصيادلة، أطباء الأسنان، يعني هي النقابات ومنتسبين النقابات هم اللي بيمثلوا الشعب الأردني بالنهاية، فالطموح واحد والوجع واحد زي ما بس